إن شاء الله لن يحدث شيء لتركيا. أبو القادر سلفي محق تماما، ونرى أن الديمقراطية لا يمكن الاستغناء عنها، وجيشنا وشرطتنا كلهم أجزاء أساسية من كيان واحد، لدى جميعهم الشجاعة وكلهم باسلين، ولا ينبغي علينا الانجرار وراء حوادث كتلك والتي قد تتسبب في فوضى سياسية أو اضطراب في مواجهة تهديد حزب العمال الكردستاني. إن شاء الله سنصل إلى أفضل حال، فنحن دولة حديثة، وما يناسبنا هو الديمقراطية والعقلانية والحب والاتحاد ولا شيء آخر. دعنا نفعل شيئا من شأنه تعزيز معنويات جنودنا وشرطتنا وجلب السعادة لهم. تعزف المارشات العسكرية، مهتر، ندعو الله أن يحمي بلادنا وأمتنا من أي مكروه يصيبهما، ندعو الله أن يصل بنا إلى بر الأمان وأن يتغمدنا ببركته وبصيرته، فالقوة والقدرة يملكها الله وحده، فلا تستطيع ورقة شجر أن تسقط بدون مشيئة الله. نحن لا نتمنى لأحد أن يعاني من العذاب والمشقة، ولا نتمنى أن تسال قطرة دماء واحدة، فالجيش جيشنا والشرطة شرطتنا والشعب شعبنا.